شهدت مدينة ماو حاضرة كانم الانطلاقة الرسمية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال من قبل الأمين العام للإقليم بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين وسكان مدينة ماو. سعيد أحمد حسن. تشهد بعض أقاليم البلاد هذه الأيام حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال، وكغيره من الأقاليم شهد إقليم كانم إطلاق حملة تطعيم واسعة للقضاء على هذا الداء الذي يصيب الأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات. المندوب الإقليمي للصحة العامة آدم محمد سعيد أشار إلى أن هذا المرض عدو متربص بالأطفال، ويجب الوقوف في وجهه كي لا يقضي على براءة أطفالنا ويحولها إلى جحيم، وهذا لن يتم إلا بالتعاون المشترك، مضيفا أن اللقاح الذي يعطى للأطفال ليس له أي أضرار جانبية كما يشاع. أما الأمين العام لإقليم كانم جمي عبد العزيز ماي في كلمته قال أن شلل الأطفال مرض خطير يحتاج للبذل المزيد، مستطردا جهود فخامة رئيس الجمهورية المتمثلة في التوجيهات التي لم يبخل بها في القطاع الصحي. وذكر أيضا أن خطر هذا المرض قد اجتاح بعض الدول المجاورة، وهذا يعتبر ضرورة حتمية لتوخي الحذر والتصدي لهذا الوباء، معلنا بذلك انطلاق الحملة رسميا بإقليم كانم. مجانية التطعيم الذي تشهده الأقاليم فرصة لا تعوض، ويجب اغتنامها كي لا يأتي وقت لا ينفع فيه الندم. ولا ننسى أن الوقاية خير من العلاج.